إضافة إلى ذلك إحنا منطقة تل العليج موجودة 19 قاعة تعدادهن 129 190 ألف دجاجة فانبادن كلهن رحنا على وزارة وزارة الصحة ما قدموا لنا أي شيء الفيروس ما موجود القاحة ما موجود بل ذات الصحة اللي هو الـ H5 فعادة ما الدجاج كله واقف ويموت احنا اصحاب الحقول مدينة السامراء صار لنا ثلاثة ايام صابين بهذا المرض اللي هو فلاونزة الطيور وراحت لنا الاف الدجاج ما يقارب مية وتسعين الف دجاجة وراجعنا وزارة الزراعة وما لقونا علاج لهذا المرض وهسه حاليا الدجاج دا يموت وكل شيء ما نقدر نسوي